بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا يعطيكم ألف ألف عافية، رب ويديم عليكم الخير والصحة والعافية. وصلنا للقواعد، ترى دير بالك القواعد سهلة بس بدها طالب يتدبر ويتفكر. خلينا نقول يا رب وخلينا نمشي ونقول يا الله. الآن طلابنا في عنا القاعدة الأولى بالوحدة الثالثة أسلوب الشرط. طبعا أنت هذا كلياته بدك شو تكون حافظ؟ حافظ أنه في أسلوب شرط جازم وأسلوب شرط غير جازم. لازم تكون حافظ أدوات الشرط الجازمة اللي هي إن اللي عليها سكون، ومتى ومن وما ومهما وأيان وحيثما وأين وكيفما وأي، تمام، وأينما. هذول أدوات شرط جازمة. أدوات شرط إيش طلابنا؟ جازمة. أما أدوات الشرط غير الجازمة اللولات، لو، لولا، لوما، اكتب يا قلم، كتب، إذا، وكلما. الآن طلابنا هذول أدوات شرط غير جازمة. يلا حفظنا أدوات الشرط الجازمة وحفظنا أدوات الشرط الغير جازمة. شو ظل؟ ظل أنك تعرف عناصر الشرط. شو هي عناصر الشرط؟ يلا الآن إن تبقى ناصحا لهم يستجيبوا. الآن عين عناصر الشرط. أول كلمة من أدوات الشرط، فهي أداة شرط جازمة. الآن تأخذ اللي بعديها مباشرة اللي هو الفعل، هذا يسموه فعل الشرط. تروح تدور عن النتيجة، هاي النتيجة. الآن يستجيبوا لك، هاي النتيجة، هاي يسموها جواب الشرط. فإذا معك أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، تمام. الآن في هون أعرب ما تحته خط، أنت تواضع. هاي الوحدة فيها إعراب واحد سواء كان لفعل الشرط أو جواب الشرط. شو الإعراب؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه إما السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة. هون في سكون، تمام، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. عيد يلا. وحدة اسلوب الشرط فيها اعراب واحد موجود في اسلوب الشرط الجازم، اعراب فعل مضارع مجزوم، تمام. الان اداه الجزم اما سكون اما حذف نون اما حذف حرف العله. هسه راح نشوف. يلا الان يقول لك هون اعرب ان حرف شرط جازم لا محل له من الاعراب. لهون تمام، لهون تمام. الان شو نعرب اللي وراها؟ دائما قلت لكم فعل مضارع مجزوم، صح ولا لا؟ فالان هون فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه. استاذ هاي فتحه وانت قلت سكون. شوي، أنا في عندي يدعو أو تدعو، راح أشطب الواو وأحط مكانها ضمة فيصير يدعو. إذا إجت فعل شرط أو جواب شرط. يبقى، راح أشطب الألف وأحط فتحة فتصير يبقى، تمام. يقضي، راح أشطب الياء وأحط كسرة فتصير يقضي. فالآن بدك تنتبه معي، الآن أسلوب الشرط الجازم إذا دخلت عليه فعل مضارع وكان آخريته حرف علة، تحذف حرف العلة وتحط حركة مناسبة للحرف المحذوف. الواو تحط ضمة والألف تحط فتحة والياء تحط كسرة هون. طيب شو الإعراب يصير هيك؟ طب يلا شو قلت لك؟ فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت إن تبقى، تمام. يستجيبون، وين النون؟ راحت. فالآن إذا كان من الأفعال الخمسة، شو هي الأفعال الخمسة اللي هن يفعلون؟ حط لي اياها التاء فوق، تفعلون، حلو، هذا للجمع. طب للاثنين يفعلان، حط لي اياها الياء فوق تصير تاء، تفعلان، تمام. ضايل واحد، ما هم خمسة، تفعلين. فهذول يسموهن أفعال خمسة، إذا دخل على أسلوب الشرط تشطب للنون منهم. فيستجيب وأصلها يستجيبون. طب شو الإعراب؟ ركز معي. فعل فعل، مضارع مضارع، مجزوم مجزوم، علامة جزم، حذف حذف، بس حذف إيش؟ حذف النون لأنه من الأفعال خمسة، تمام؟ وهو جواب الشرط. فيلا يا طلابنا، هسا أسلوب الشرط الجازم إما يكون فعل الشرط وجواب الشرط عليهم سكون، إما يكون فعل الشرط وجواب الشرط حذف حرف العلة تكون في حركة بدل إيش؟ بدل حرف المحذوف، إما يكون حذف النون إذا كان من الأفعال خمسة. والعناصر لساتنا متذكرين: أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط. هسا نيجي لأسلوب الشرط غير الجازم والتطبيق عليه. لولا العلم زال وجودنا. الآن يلا أنا وياكو، لولا أداة شرط غير جازمة، العلم، استنى شوي، أنا بدي أقول فعل شرط وما لقيت فعل شرط، وين جواب الشرط؟ زال، هذا جواب الشرط. طب أعطيني فعل الشرط. هسا بلولا فعل الشرط تحفظ عن غيب. شو هو فعل الشرط؟ فعل الشرط جملة اسمية. يلا كرر معي، جملة اسمية. والجملة الاسمية مكونة من شغلتين، من مبتدأ بين إيديك هيو، والخبر دائما محذوف يقدروه بكلمة موجود. فالآن لولا العلم موجود، بس شطبوا كلمة موجود، زال وجودنا. إذن بس بلولا ولوما، بس ما بيستخدموا كثير لوما. إذن بس بلولا فعل الشرط راح يكون اسم، انتبه، راح تكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ اللي هو الاسم اللي بين إيديك، والخبر المحذوف تقديره موجود.
الآن في معلومة صاروا كثير يسألوا عنها بالوزارة، في عندك أدوات الشرط أسماء وحروف، من هنا الحروف إن واللولات حروف، إن واللولات حروف، أما الباقي فهي أسماء. يعني لو جينا لهون، لهون الأدوات، يلا حرف والباقي أسماء، هون حرف 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 وهي اسم وهي اسم، انتبه. هيك يكون أسلوب الشرط طلابنا شو سوينا فيه، خلصنا أسلوب الشرط. ضايل علينا آخر درس اللي هو الصفر مشبه وصيغة المباراة. والله ثم والله إذا ما حفظت الأوزان على الفاضي، لا تحفظ أوزان يا أخي، أنت متضايق من الأوزان، احفظ مثال على الوزن وطبق عليه يا أخي، مشان الله كي جي تو شغال معنا زي العالم والناس. لما نقول له تعال يا حبيبي صل بخط كلمة أحمر، وين الكلمة اللي تشبهها؟ يقول لي أبيض، آه والله تشبهها تمام. أقول له كلمة عطشان ويكون في كلمتين غضبان تحت، أقول له وصل بخط اللي يشبه بعض الكلمتين، فيوصل كلمة عطشان بغضبان. فاحفظ أمثلة وقيس عليها، بس لازم تكون صفة، حتى صيغة المبالغة قريبة شوي من الصفة. يلا، الصفة المشبهة هي اسم مشتق يدل على من يتصف بالفعل اتصافا دائما أو غالبا، وهي تدل على المزايا طبائع عيوب ألوان، وتصاغ في الغالب من الفعل الثلاثي اللازم. أشهر أوزانها يلا نحفظ أنا وياك، في وزنين فيهم مذكر ومؤنث، خليك معي، وزنين فيهم مذكر ومؤنث، من هم؟ اللي هو أفعل فعلاء وفعلان فعلة. احفظ أحمر حمراء وقيس عليها، وتكون مثلا زي ألوان، زي عيوب خلقية وخلقية. هون الآن نأتي فعلان الذي مؤنثه فعلة، مثل حيران حيرة، واحفظ عليها المثال. الآن في وزنين يشبه بعض، هذا وهذا يشبه بعض، بس هذا عليه ضمة وهذا عليه شو فتحة، فعال وفعال، يعني في ألف قبل الأخير، شجاع ورزان، فرات وحلال، وجاج وحرام، وهمام وعضال. واحفظ لي الأمثلة اللي أنا هات لك إياها، احتمال ضخم جدا يجي منها. يلا احفظنا وزنين فيهم مذكر ومؤنث، احفظت أحمر حمراء وعطشان عطشة، احفظوا لي عطشان عطشة، واحفظت وزنين قبل الأخير في ألف، شجاع وحلال، شجاع وحلال. واحفظ ثلاث أوزان صغار، في فتحة فتحة بطل حسن يسر، فتحة سكون شهم سمح جلد، وفتحة كسرة لبق وفرحة يتخوف شوي مع مين؟ مع فعيل اللي هي وسيم وحزين ونحيل وكريم وحزين وغيرها، أقوى وزن على الإطلاق. أنا هذا مسميه العملاق، شو مسميه؟ العملاق. يلا حبايبي نعيد، يلا نعيد، يلا. وزنين فيهم مذكر ومؤنث، أحمر حمراء عطشان عطشة، وزنين فيهم قبل الأخير ألف، شجاع وحلال، ثلاث أوزان كتكيت صغار فش فيهن زيادة، بس بالنص كسرة فتحة سكون. احفظ فرح على فتحة كسرة، احفظ بطل على فتحة فتحة، واحفظ هون شهم تمام أو سهل، احفظها على فتحة سكون. وأقوى وزن على الإطلاق فعيل. هذا بالنسبة للصفة المشبهة. نأتي إلى صيغة المبالغة الأسهل، يلا نحفظ شوية معلومات. اسم مشتق يدل على الحدث أو من قام بالحدث على وجه الكثرة والمبالغة، وتشتق الأغلب من الفعل المتعدي. أشهر أوزانها، في وزنين بالنص فيهم شدة، فالآن بدك تدير بالك عليهم، هذا الوزن فيه شدة بالنص وهذا الوزن فيه شدة. قراء وهون صديق، قوال، وهاب، وقاد، علام، صوام، شريب، احفظ لي إياهم الآن، احفظ لي صديق واحفظ لي إيش إلا اللهم صل على سيدنا محمد، كذاب نحفظها على أساس الأسهل تكون. وزنين فيهم بالنص واو، هذا الوزن فيه واو وهذا الوزن فيه واو. الآن فعول وفاعول، احفظ مثلا أكول واحفظ أبو بكر عمر الخطاب اللي هو فاروق، ترى دير بالك تقدر تربط هون كمان أبو بكر الصديق هون. أعيد شوية، وزنين فيهم شدة بالنص، فعال وفعيل، وزنين فيهم واو بالنص، وزن في ميم مكسورة بالنص بالبداية آسف، مثل مهذار مكثار، مدرار مضياف مزواج، يكون فيها ميم مكسورة بالبداية. الآن يلا، اثنين شدة، اثنين واو بالبداية، ميم مكسورة، وفي وزنين يشبه وزنين غاد اللي هم مين؟ اللي هو فعيل وفعل، زي رحيم سميح عليم خبير حفيظ، احفظوهم طلابنا. وزي هذول اللي هي فهم حذر فطن جشع، مشان الله احفظوا لهذول الكلمات، عليهم صيغة مبالغة حتى نميز عن مين؟ عن الكلمات اللي هون. طيب طلابنا، كيف بدي أميز أنا ما بين الوزنين هذول، ما بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة؟ شوفوا، إذا الكلمة اللي ماخذ منها صفة المشبهة، إذا كان فعل لازم أو صيغة المبالغة، فعل لازم يروح للصفة المشبهة، فعل متعدي يروح لمين؟ لصيغة المبالغة. خلينا نشوف كيف. هذا زي كلمة عليم، لو إجينا شلنا الياء حتى نخليها ثلاثي فتصير علمة، كمل لي الجملة أو كونها، علم محمد الأمر، هل يوجد مفعول به؟ نعم هاي مفعول به، إذن هذا الفعل نسميه متعدي صح ولا لا؟
مدام مفعل متعدي إذن هاي مبالغة، بس بالوزنين طلابنا، مو بكل شيء، بس بالوزنين، انتبهوا مو بكل شيء. إلا لو أخذنا كمان الوزن اللي يشبه لي كلمة حزين وشلنا الياء وقلنا حزين الولد، ما بتقدر تكملها صح؟ أنا أكمل لك إياه، على لعبته، على لعبته. تعال أنا وياك نشوف إذا في مفعول به. ما في، في جار ومجرور. فالآن هذا الفعل شو راح يكون؟ هذا الفعل راح يكون لازم. إذا كان هذا الفعل لازم، إذا هاي راح تكون صفة مشبهة. إذا صفة إيش مشبهة؟ يلا نتفق مع بعض. يلا الآن، رحم الله الناس فعل فاعل مفعول به، سمع الولد الأذان فعل فاعل مفعول به، علم الشيخ الأمر فعل فاعل مفعول به، خبر الرجل الأمر فعل فاعل مفعول به، حفظ الطالب السر فعل فاعل مفعول به. لما تعطيني فعل فاعل مفعول به للوزن هذا وللوزن هذا تكون مبالغة، إذا ما أعطتني راح تكون صفة مشبهة. لأن أخذ التدريبات اللي بكتاب، ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة. الكذاب صيغة مبالغة في موجود شدهن، أشر اللي هي فعل، وخصم وجواد وبخيل، هذول صفة مشبهة، هذول صفة إيش مشبهة. ياريت لو نحفظها طلاب، لأنه يجي منها بالوزارة، والله يجي بالوزارة من هون. الآن عد إلى الأبيات واستخرج منها صفتين مشبهتين مبين وزنهما، شبم على وزن فعل والخصم على وزن فعل. هذول نحفظهم طلابنا على أساس أنه ندير بالنا. طبعا زي ما حكيت لكم أنا، في كلمات إحنا حطينا هم بالحركات تاعتهم، بلاش إنها تجي بالوزارة والطالب يسأل عنها، تعتمد على النطق، تعتمد أكثر شيء على إيش؟ على النطق. هيك طلابنا نكون خلصنا قواعد الوحدة الثالثة. طبعا ارجع للصفة المشبهة، احفظ الأمثلة، وصيغة المبالغة احفظ الأمثلة. الآن في وزنين يتشابهوا مع بعض، إذا قدرت تكون جملة من فعل وفاعل مفعول به مبالغة، إذا ما قدرت تكون فعل وفاعل مفعول به فهي صفة مشبهة. بس هذا كل الدرس، يعني أنا قطعة موجودة عندي فوق قال لي طلع صفة، أحط الأوزان على جنب وأشوف الكلمة اللي تشبهها، بس صفة، بس تكون إيش؟ صفة. تمام طلابنا؟ تمام. هيك نكون يا رب خلصنا الوحدة الثالثة، وإن شاء الله رب العالمين قربنا من إنهاء الفصل الأول مكثف، والفائدة يا رب إنها تكون من نصيبكم، وإن شاء الله رب العالمين كذلك التوفيق إن يكون من نصيبكم. يعطيكم ألف ألف عافية يا رب، ودام عليكم الخير. الله يعطيكم العافية.